منذ تأهل المنتخب الأول لكرة القدم المصرية لنهائيات كأس العالم بروسيا لا يشغل بال المصريين سوى كيفية مشاهدة مباريات فريقهم وكأس العالم بشكل عام في ظل احتكار إحدى الشركات لبث المباريات. محمود شاب عشريني كملايين الشباب المصري يحاول أن يجد طريقا لمشاهدة المباريات داخل المنزل من دون اشتراك يكلف آلاف الجنيهات. الشركة المحتكرة لنقل مباريات 2018 بتاعت كأس العالم حط مبلغ 3000 جنيه عشان الشخص المصري الطبيعي يتفرج على مباراة كأس العالم، وده مش في متناول كل المصريين، فالناس بتتجه لفك تشفير عشان تعرف تتفرج على الماتشات. محلات بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة باب اللؤ وسط القاهرة تشهد رواجا لا مثيل له في بيع جهاز فك الشفرات والذي يتيح فتح القنوات المشفرة دون اشتراك. يجينا ناس من المطرية، من عين شمس، من الضرب الأحمر، من الزاوية، من كل أماكن مصر بتجهز للحاجات دي لفك التشفيرات عشان يفرجوا الناس الغلابة الواصلة من 15 جنيه ومن 20 جنيه عشان الناس مصممة تتفرج على كأس العالم عشان منتخب مصر. المقاهي والسوشيال ميديا باب كبير أمام المصريين لمتابعة مباريات كأس العالم، فضلا عن جهود يقوم بها جهاز منع الاحتكار المصري لبث أرضي لـ 22 مباراة دون مقابل مادي. بنحاول ندور على طرق بديلة للشركة المحتكرة، طبعا الشركة المحتكرة محتكرة جميع قنوات كأس العالم، فشاكرين الحكومة المصرية نزلت لنا اللي هي 22 قناة 22 مباراة، واحنا بنحاول نجيب الترددات الأرضية ونحاول نبحث على طرق بديلة، نجيب حاجات تانية مفتوحة مشفرة، حاجات من هذا القبيل يعني. لو في حد فير مش قادر يعمل كده لازم يروح على القهوة، والقهوة يقول لك كرسي ب 10 أو 15 أو 20 جنيه. بنشوف يعني أي طريقة تانية، ممكن قهاوي، ممكن كلنا نشترك في الجهاز ده، نحنا نجيبه حتى ونشترك عليه كلنا كأصحاب. وتأهلت مصر لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد غياب لأكثر من 28 عاما. لم يشفع للمصريين تأهل منتخبهم لكأس العالم في مشاهدة مبارياته، فالشركة المحتكرة تجد في هذا الكأس مغنما ماديا، والمصريون يبحثون عن طرق لمشاهدة تلك المباريات حتى لو كانت عن فك تشفير تلك القنوات. من القاهرة صابر السكري، الغد.